أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. النهاردة حلقتنا مختلفة، فيها معلومات كتير هامة وفيها معلومات كتير شائكة. النهاردة هنتكلم عن الوضع العربي عن منطق الجغرافيا السياسية وتأثيره على الهجرة غير القانونية عبر البحر المتوسط. وهيكون مشرفني النهاردة الدكتور عطية سليم، باحث في الجغرافيا السياسية كلية أداء الأداب جامعة قناة السويس. وعنوان الحلقة زي ما احنا قلنا هيكون عن الوضع العربي من منطق الجغرافيا السياسية وتأثيره على الهجرة غير القانونية عبر البحر المتوسط. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. مرحبا يا فندم، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ نورت وشرفت برنامج حلم حياة. تسلم يا دكتور. في البداية بقى عايز اعرف مع حضرتك معنى كلمة الجغرافيا السياسية. بسم الله الرحمن الرحيم. علم الجغرافيا السياسية علم ليس بالعلم الحديث ولكنه علم قديم. تمام. كتب عنه علماء كتير جدا طبعا، يعني كتب عنه أرسطو، كتب عنه ابن خلدون، كتب عنه راتزل. يعني أرسطو مثلا أشهر من كتب في الجغرافيا السياسية قديما، وحدد عناصر الدولة المثالية في 5 عناصر ممثلة في عدد السكان والموارد الاقتصادية والعاصمة والجيش والحدود السياسية، وناقش أيضا موضوع الحدود السياسية المحصنة، واللي تناوله بعض علماء الجغرافيا السياسية في الأونة الأخيرة باسم اللي هو إن الدولة بتحاول إن هي تصل إلى الحدود الطبيعية كمجال حيوي تحمي نفسها. أيضا ناقشوا ابن ابن خلدون أبرز المفكرين المسلمين طبعا، وأضاف إليه في مقدمته الشهيرة مقدمة التاريخ، وتحدث عن دورة حياة الدولة أو الإطار العام للدولة، بتمر بعدة مراحل الدولة، بتمر بالنشأة والثبات والنضج والإضمحلال، بالإضافة إلى الجغرافي الألماني راتزل. دوت جاء الميلاد الحقيقي على يديه الجغرافيا السياسية، ووضع أول مؤلف علمي يحمل اسمها الحالي. وراتزل طبعا اعتبر الدولة كائن حي بيمر بعدة أو تنطبق عليه عدة قوانين ممثلة في قوانين الميلاد والنمو والوفاة. ده عمل خلط كبير جدا بين علم الجغرافيا السياسية وعلم الجيوبوليتيك. بعض العلماء الجغرافيا السياسية يعني خلطين ما بين علم الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك. البعض يعتبر حضرتك علم الجغرافيا السياسية بيتناول المقاومات الطبيعية والبشرية والتنظيم الداخلي للدولة وأثر ذلك على قوتها السياسية، على علاقاتها الدولية، على الوزن السياسي للدولة. بيدرس المقاومات الطبيعية والبشرية والوزن السياسي للدولة وأثر ذلك على قوتها السياسية والعلاقات الدولية والقوة العسكرية للدولة. علم الجغرافيا السياسية علم استاتيكي، علم ثابت. بمعنى علم ثابت. تمام. علم ثابت. أما علم الجيوبوليتيك اللي ركز على هدفين، سواء كان هدف داخلي أو هدف خارجي، إنه بيركز دايما على الهدف الخارجي طبعا، عشان الحصول أو الوصول إلى حدود طبيعية على حساب الدول المجاورة فيما يعرف باسم المجال الحيوي. بعض الناس وبعض الدول سماه أمن قومي، فكلمة مجال حيوي بحمي دولتي. تمام. ده بالنسبة لحضرتك للجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك. طب حضرتك شايف، طبعا احنا قلنا ان العلم بتاع الجغرافيا السياسية هو قديم. تمام. طب شايف في الوقت الراهن، العصر اللي احنا فيه، العلم ده واخد حقه ولا لا؟ العلم حضرتك يعني مع احترامي طبعا، علماء الجغرافيا السياسية كثيرون. تمام. في العالم العربي وفي العالم، لكن الكتابات قليلة. احنا بنحاول لانه يعني هو دخل في معترك الجيوبوليتيك. العلم بتاعنا دخل في معترك الجيوبوليتيك، يعني حصل اختلاط ما بين بعض الناس بدليل ألمانيا خلطت. ما راتزل قال إن الدولة كائن حي، هتلر في الحرب العالمية الثانية 39-45 1900 توسع غربا لحد ما وصل فرنسا، توسع شرقا لحد ما وصل روسيا. ده نسميها جيوبوليتيك ولا ولا جغرافيا سياسية؟ فاعتقد البعض إن العلم، لكن في فرق كبير جدا، إن أنا ده علم استاتيكي وده علم دايناميك، علم متحرك، لأنه بيحاول يصل إلى الحدود الطبيعية، مع أنه برضو أيضا بيدرس المقومات الطبيعية البشرية للدولة. تمام. فعشان كده بيحصل اختلاط ما بينهم. تمام. طيب هسأل حضرتك سؤال تاني، عايز أعرف إيه مقومات الجيوسياسية للعالم العربي، وعايزك توضح معنى كلمة جيوسياسية للسادة المشاهدين. عفوا، هي مش للعالم العربي، هي مقومات جيوسياسية لكل الدول، على دول العالم كلها. تمام. لكن في دول بتستفيد منها. ما احنا عشان هنتكلم على الوضع العالمي. تمام. على العالم العربي تحديدا، فالسؤال موجه للعالم العربي. تمام حضرتك. المقومات الجيوسياسية تتمثل في المقومات الطبيعية والمقومات البشرية. المقومات الطبيعية عندي موقع، عندي مساحة، عندي تضاريس، عندي شكل، عندي مناخ، عندي نبات طبيعي، يعني دول بيأثروا في الدولة طبعا. تمام. طبعا عندي موقع،
سواء كان موقع استراتيجي. طب عايزك بقى تشرح كلمة جيوسياسية للسادة المشاهدين هي إيه الأول معنى؟ ما حضرتك كلمة جيو مشتقة من كلمة الجغرافيا. وأصل لسه برضو قال لحضرتك إن أنا بدرس كمناحية طبيعية، بدرس الموقع موقع طبيعي وأثره في الجغرافيا السياسية، سواء كان جيوسياسي استراتيجي. يعني أنا مثلا إذا ما هنتطرق للسؤال اللي أنت حضرتك لسه متكلم فيه برضو دلوقتي، هشوف المقاومات الجيوسياسية في العالم العربي ديت أنا استفدت منها ولا لأ. فبدرس الموقع، موقع مساحة الدولة وشكل الدولة والتضاريس والمناخ والنبات الطبيعي، المقاومات البشرية بدرس السكان حجمهم قد إيه، خصائصهم، تركيبهم النوعي، تركيبهم العمري، الهجرة من الهجرة اللي احنا موضوعنا النهاردة، الهجرة، الدين، اللغة، الحالة التعليمية والتكنولوجية، ده كله بأثر في الدولة. يعني إضافة كل يعني العلم داخل في كل شيء. طبعا حضرتك بالإضافة إلى بالإضافة إلى التركيب الاقتصادي، زراعة، صناعة، تجارة، ده كله بأثر. بالإضافة إلى القوة العسكرية، قوة جيوشك قد إيه، حجم معداتك قد إيه، بالإضافة القوة التنظيمية، تنظيم الإداري بتاعك، ده كله حضرتك بيأثر في ثلاث حاجات اللي إحنا قلنا بقى، هي بتدرس المقومات الطبيعية ومقومات البشرية، بأثر في ثلاث حاجات. وزنك السياسي إيه؟ يعني بقول لك الولايات المتحدة الأمريكية قوية ليه؟ أعظم دولة في العالم، أقوى دولة في العالم، إيه السر؟ لأنها استفادت من المقومات الجيوسياسية سواء كانت طبيعية أو بشرية، وأثرت في ثلاث حاجات: وزن سياسي، علاقات دولية باسم النظام العالمي طبعا، مسيطرة على العالم، والقوة العسكرية من أقوى جيوش العالم. تمام، اتفضل. بخصوص إن إحنا اتكلمنا عن إن هي الدول الغربية استغلت الجيوسياسية، عايزك تقول لي العالم العربي ممكن يستغل ده ويحاول مثلا انه يعمل تكتل خاص بيه؟ انا حزين جدا والله على اللي بيحصل في العالم العربي. انا عندي مساحه تبلغ 13 مليون 164 الف كيلومتر مربع. عندي من 16 غربا او من 17 غربا الى 60 شرقا، 77 خط طول، ما يكون من 40 دائره عرضيه. يعني ازاي؟ حاجه غريبه قوي. يعني مساحه 13 مليون 164 الف و77 خط طول و40 دائره عرضيه، ومش عارف استفيد من موقعي اعظم مضايق في العالم، جيوسياسي واستراتيجي وعسكري، كل ما تتخيله. ايه بقى المشاكل اللي مخليانا مش قادرين نستفيد؟ بس كمان النقطه دي بعدين سعادتك، عندي مضيق جبل طارق يهمني، عندي مضيق باب المندب يهمني، عندي مضيق هرمز في مدخل الجنوب الخليج العربي، باب المندب مدخل البحر الاحمر، المدخل الغربي البحر المتوسط، ده كله اثر عليا انا. عندي قناه السويس حضرتك، الموقع بتاعي، موقعي بين ثلاث قارات العالم الثلاث، اسيا وافريقيا واوروبا، وانا ممتد هنا وهنا، قسم العربي الاسيوي وقسم العربي الافريقي. اللهم صل على النبي، ايضا حجم سكاني يفوق 400 مليون، خصائصي، ايضا حالتي التعليميه، ده كله انا مش عارف استفيد منه. ده من الناحيه الاقتصاديه يا احمد بيه، في دول عايشه على مورد واحد. انا دول الخليج عايشه على البترول فقط. تمام. مع ان عندي ثروه حيوانيه في الصومال، ابل، وعندي في السودان اغنام وابقار وماعز، عندي فحم وحديد ومنجنيز وفوسفات. اكيد لو حصل اتحاد يعني. تمام يا فندم، ده يبقى السؤال بقى سابق. ما هو انا سالت لحضرتك ايه المشكلات اللي مخليه مثلا، ما هو المشكلات حضرتك لو جيت بصيت على المشكلات العربيه طبعا، يعني العرب، انا يعني معلش، بلاد الرافدين، بلاد الشام، بلاد شبه الجزيره العربيه، منطقه شبه الجزيره العربيه، وادي النيل، القرن الافريقي، شمال افريقيا، دي مسميات. اما يعني انا كما اجي بقى كاستعمار، الاستعمار مش هيسيب اي دوله عربيه كبيره المساحه، بيحاول انه يفتتها. الاستعمار الحديث اللي هو دلوقتي بقت الدول داخله فيه، اللي هي بقت تعمل وقيعه ما بين الدول يا العربيه يا فندم، ده قديم وحديث. انا النهارده ما يكون عندي سايكس بيكو قديمه وسايكس بيكو بطريقه جديده، ده مشكله كبيره جدا. موقع الدول العربيه كلها في بعضها، ايه السر؟ اما النهارده اوروبا حضرتك، ده اوروبا قوميات مختلفة ومشكلات، ده في دول جوه، دول امارات، موناكو جوه فرنسا، سان مارينو في ايطاليا، ده مشكلة، اقليم الباسك، السودان، لا عفوا اوروبا، انا بتكلم سعادتك، رغم ذلك عملت اتحاد كونفدرالي، ده مشكلة كبيرة جدا ومش قد مساحتي. انا فين كدول عربية ما استفدتش من مقومات الجيوسياسية بتاعتي ليه؟ سواء كانت طبيعية او بشرية، يجب ان انا استفيد منها واعمل تكتل. اوروبا كانت حروب طاحنة، ودلوقتي النهاردة لو انا عملت ماتش كورة في بين احد الفرق العربيه الاسيويه او في القسم العربي الاسيوي والقسم العربي، تلاقي ايه في ايه؟ الفكر واحد، كلنا عندنا مقومات اللغه، عندنا مقومات موقع، عندنا مقومات مساحه، عندنا مقومات دين، عندنا مقومات كتيره جدا. ليه ما استغلش انا المقومات ديت؟ امتى هستغلها؟ ما كنتش انا في القرن ال21 وانا في 2020 هستغلها؟ ما استغلها امتى؟
يجب ان انا اتغلب على المشاكل الموجوده. سعادتك النهارده اما الاقي مشكلات رهيبه جدا، صحراء المغرب ده من المغرب والجزائر، تعرف حضرتك او حضرتك تصدق ان سبته ام ليله، سبته ام ليله مغربيتين، واسبانيا واخدهم في الساحل الافريقي، اسبانيا معديه ماضي الجبل واخده عندي سبته ام ليله، ده مصيبه وممنوع. المغرب روح اشتكي في الامم، في الامم تقول لك لا عشان حسن الجوار، طب بعد اذنك رجعوهم يا اسبانيا، تقول لك لا ده اسكتوا بالتقادم. فمن وجهه نظرك يعني شايف ايه الحلول للخروج من المشاكل دي؟ الحلول ان انا اعرف نفسي انا مين، ادرس ذاتي، هو ده علم الجغرافيا السياسيه، بيدرس كياني، بيشوف كياني الطبيعي وكياني البشري واثر على وزن السياسي ولا لا، فين اوقع الدنيا كلها في بعضها كاستعمار من ايام انجلترا وفرنسا وما سبق وما سبقه وما تلاه، ان انا اوقع مثلا مصر في سودان شلاتين وحلايب، اذا كان مصر والسودان وادي النيل، هما الاثنين وادي رابطه واحده، ليبيا تونس الجزائر شمال افريقيا، مش بقول لحضرتك دلوقتي شبه الجزيره العربيه، بلدان شبه الجزيره العربيه، لا ده عمل لك مشكله الامارات، طنب الكبرى وطنب الصغرى مع الامارات، الله جيزان مع السعوديه واليمن، ما ده شط العرب والفاء وما اعرفش مع ايران، لا ده كردستان منطقه مفروض تقرير مصير بين اربع دول، بين تركيا وبين سوريا وبين ايران وبالعراق، واجي اخد مثلا كتركيا اخد اسكندريه من سوريا، واجي المشكله الكبرى الطبقه الكبرى فلسطين. تمام، يعني عفوا الكيان الصهيوني يعني زرع في قلب الجسد، هو عمره كامل الكيان الصهيوني انه يزرع في قلب الجسد، يعني سوس نخر في الجسد العربي من يوم احنا ما كنا، يعني الدول العربيه كانت مفيش حدود سياسيه. طب اوروبا يا فندم، في اوروبا بينها حدود سياسيه؟ لا طبعا، انت النهارده لو بصيت على الاتحاد الاوروبي تفكير شنغن او شنغن، حضرتك بتدخل اوروبا خلاص انتهت، فين الحدود السياسيه؟ مختلفين اختلاف لغه، عندك اللغه الايطاليه واللغه الفرنسيه واللغه الاسبانيه واللغه الالمانيه واختلاف قوميات، وانا لغه واحده ما مش عارف استفيد. اعتقد يجب في وقفه من الحكام العرب، وقفه من جامعه الدول العربيه، وقفه من الدول العربيه نفسها، احنا عرب ليس شعوبيه او تعصب، لكن ان احنا بنقول احنا احبوا العرب لسلاس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاني عربي مش كده حضرتك؟ كفايه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرتك دلوقتي اتكلمت عن الاتحاد الفيدرالي والكونفدرالي، تمام، وكلمتني قبل الهوا عن الاتحاد ده، تمام، عايزك تكلم الساده المشاهدين كيفيه قيام الاتحاد ده. تمام، اكبر اتحاد فيدرالي في العالم الولايات المتحده الامريكيه، يعني ترامب هو ماسك الولايات المتحده، الرئيس الامريكي ترامب ماسك الولايات المتحده الامريكيه، كل ولايه لا عمده خاص بيها، ولايات امريكيه 50 ولايه او اكتر، يعني عدد كبير جدا، عدد كبير جدا، واتحاد فيدرالي بمعنى كل ولايه تعتبر لا استقلاليه، لكن انا كمثلا كجيش كعمله كاقتصاد قوي تمام. اما اوروبا اتحاد كونفدرالي، كلمه كونفدراليه اتحاد في غايات، اتحاد اهداف، ليه انا ما ابداش كعرب الاتحاد ده؟ اوروبا ما هي امريكا عم حصل فيها مشكله، المشكله بين الزنوج وبين البيض عشان احد المقبوض عليهم، الدنيا قامت وقعدت مظبوط، واوروبا طبعا استفادت من الكونفدرالي. بالخلاصه ان كونفدرالي اتحاد غايات الاقوى الفيدرالي. طب ممكن نحاول انا ابدا كدول عربيه اتحاد كونفدرالي، ايه المشكله يعني؟ طب ممكن نحاول نبسط اكتر للساده المشاهدين، اتفضل. وهو عباره نتكلم بالشكل اللي هو ايه زي ما بيقولوا كده بالبلدي، تمام اتفضل. اللي هو يعني احنا وجهه نظر حضرتك ان اوروبا الاقتصاد بتاعها دايما عالي ومرتفع طبعا عشان خاطر هم متحدين، تمام واحنا كعرب لازم يبقى عندنا اتحاد تمام قوي تمام عشان نقدر نمر من الازمات اي ازمه هنتعرض لكل المشكلات اللي بينا. تمام حضرتك تمام. قلت طبعا ان في ثروات كتير جدا في العرب طبعا تمام في الدول تمام. العربيه يعني مثلا زي ما حضرتك اتكلمت ان في دول فقط بتعتمد على البترول، ده عنصر واحد ده وغاز فقط، لكن انا عندي لو انا عملت تكامل عربي يا بسم الله ما شاء الله امكانيات رهيبه جدا، هنحاول نستغل جميع الامكانيات تمام. في الدول العربيه تمام. دي من وجهه نظر حضرتك، ومش من وجهه نظر حضرتك فقط، يعني هي دي يعني المفروض ده يحصل من زمان تمام لان تمام. الاتحاد زي ما بيقولوا قوه تمام، فلو الدول العربيه اتحدت مع بعض ده موضوع كل تاني. ده يعني هي بس تاخد صوره اتحاديه بمعنى بحسب امر واقع، انا مبدا كونفدرالي، هل تستطيع او تستطيع اسرائيل او كان الصهيوني انه يتدخل في اي مشكله عربيه؟ لا طبعا، لا طبعا، اما انت تمام متحد، يعني بقيت كتله واحده. طب سعادتك كوزنك السياسي في العالم لا هيبقى قوي طبعا، قوتك السياسيه من الاتحاد ده مجرد اتحاد غايات او اهداف،
مش فيدرالي زي الولايات المتحده الامريكيه لان اوروبا كده. هنا بقى هندخل في موضوعنا اللي هو الهجره غير القانونيه. تمام. الاتحاد هنا هياثر يعني من وجهه نظر حضرتك عن الهجره الغير القانونيه. هيحجمها هيأثرها طبعا، لان بدل ما الواحد هيهاجر مثلا لدول اوروبيه في الوقت ده هيبقى الدول العربيه مفتوحه له. تمام. هيحاول بقدر المستطاع يعني يروح الدول العربيه زي ما بيقول لك كده، ايه مش هيدي غيره الغريب. حضرتك هيحصل تكامل يا فندم، انت عندك فحم، انا عندي بترول، انا عندي غاز، عندي ثروه حيوانيه، عندي قوه بشريه، يعني انا عن الجيش المصري مثلا من اقوى الجيوش العربيه واقوى جيوش العالم. انا راح اجيب قوات، يعني المنطقه العربيه اكبر منطقه استيراد للسلاح لمين؟ من مين؟ اصلا انا خايف شبه الجزيره العربيه والسعوديه، انا خايف من ايران، ازاي؟ ليه ما استعينش بالجيش المصري؟ ليه ما استعينش بالعماله العربيه؟ انا شرفت ان انا ذهبت للخليج لقيت العماله الاسيويه وافده نسبه كبيره جدا. بسال وبدات اتساءل ليه؟ يقول لك اصل السعر المصري ما اعرفش كذا والسوري كذا والاردني كذا، ما ينفعش. هو للاسف احنا اتكلمنا في البدايه عن الاستعمار. تمام. حضرتك اتكلمت عن استعمار قديم، تمام، اللي هو استعمار. تمام. طبعا دلوقتي زي ما انا قلت لحضرتك في استعمار حديث. تمام. اللي هو أخرى. الاستعمار اللي هو الوقيعه الفتنه. تمام. بين الدول العربيه هو ده للاسف هم بيحاولوا يعملوا ده دايما، لانهم تمام. مش عايزين الدول العربيه الصداره، مش عايزينهم اقوياء يعني، لان لو بقى اقوياء مش هيبقى في اتحاد اوروبي خالص. يعني حضرتك في نظريه اسمها نظريه ماكندر، من يسيطر على شرق اوروبا سيطر على قلب الارض، قلب الارض جزيره العالميه، جزيره العالميه سيطر على العالم. انا حضرتك بقول لك اللي بيسيطر على الوطن العربي او الشرق الاوسط كله سيطر على العالم، وهم كده. الايديولوجيه اتغيرت، الافكار بتاعتهم اتغيرت. انا مش هستعمرك اوكيبانج لاند، مش هستعمرك استعمار ارض، انا هستعمر فكرك، انا هستعمرك اقتصاديا. طيب عشان الوقت، تمام تمام، يعني يعتبر الوقت معانا مثلا 6 دقائق، تمام، والوقت هينتهي. تمام. فانا عايز اجابات مختصره، وعايز اسالك سؤال مهم جدا بيروض الكثير. اتفضل. هل هناك هجره عقول؟ طبعا. يعني شايف في هجره عقول لبره؟ قبل هجره العقول طبعا، كل المشاكل السياسيه دي خلت الدول العربيه من ليبيا، من المغرب، من مجاوره او الدول المجاوره تركيا، كل سواء الافارقه او سواء الدول العربيه، الشباب اللي هم في سن القوه والعمل يروحوا اوروبا، يهاجروا اوروبا ويموتوا في البحر المتوسط. تمام. طيب عايزك تكلمني. طب هقول لحضرتك العلماء، حضرتك هاجروا العلماء هاجروا. انا ما اديش علماء اللي عندي، انا فين البيروني؟ فين الخوارزمي؟ فين ابن سينا؟ فين الرازي؟ علماءنا بيطلعوا بره بيلاقوا الحفاوه وبيلاقوا. انا علمائي اعمل مجلس اعلى للعلماء، المشكله عربي ويفيدني، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ وخيركم خيركم لاهله. انا العالم النهارده متعلم في 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 في, في مصر او احدى الدول العربيه، افيد بلدي الاول. صح. ايه المانع؟ اتفضل. طيب عايزك تكلمني بقى عن الاجراءات التي اتخذتها الدول العربيه من حد الهجره غير القانونيه، يعني وفي نفس الوقت عايزك تكلمني عن الجانب الاوروبي. تمام. تجاه الهجره غير القانونيه. الوكاله وكاله حمايه الحدود الاوروبيه فرونتكس ديت وكاله حمت الحدود الاوروبيه، حامينهم، حامين ايه؟ وبيعيبوا على دول الجنوب المتوسط اللي احنا، بيعيبوا على ليبيا، بيعيبوا على تونس، بيعيبوا على الجزائر، بيعيبوا على المغرب، لان دول عبور للقوارب غير القانونيه اللي معهمش اوراق ثبوتيه، بيعدوا بيها بطريقه غير قانونيه وغرقوا في البحر المتوسط الاف وملايين. ده مشكله كبيره جدا ومش هتسكت وستظل. تمام. تمام. طبعا الحديث عاجب الساده المخرجين وعاجبهم بصراحه وعاجب القائمين على القناه، فادونا 5 دقائق من عندهم. تمام. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك. فاتكلم بقى براحتك، عايزين نفهم براحتك حضرتك. يعني النهارده جائحه كورونا مثلا، هل اثرت في الهجره؟ اثرت، ورغم ذلك في ناس بتهاجر برضو. ايه السر؟ ما هو الشباب النهارده، انا لو عملت تكامل مش هحل مشكله البطاله، مش هحل مشكله. شاب عايز يتجوز النهارده، متخرج وعايز يتجوز وعايز يعمل وعايز كذا، وتكاليف الزواج والعنوسه مترتبت عليها مشكلات كبيره جدا. انا هاجر ليه؟ اوروبا تنتقي يا احمد بيه، اوروبا بتنتقي، يعني بتطرد، يعني تنتقي اللي على مزاجها هي وتطرد الباقي. تمام. تطرد الباقي، ده مشكله. عايزك بقى تقول لي، طبعا للاسف هي اوروبا بتطرد، لان احنا اللي بنعمل كده في نفسنا زي ما حضرتك قلت. تمام. احنا اللي بنعمل كده في نفسنا لان مفيش اتحاد. عايزك تقول لي، شايف في فئات عمريه معينه بتنجح في الهجره غير القانونيه ولا طبعا لا؟ طبعا طبعا، الفئات العمريه طبعا الشباب والمتعلمين ولديهم خبرات تعليميه وتكنولوجيه وبتحتويهم الدول الاوروبيه. تمام. وبتبقى علماء. تمام. وبتبقى علماء. بخصوص العلماء، طبعا حضرتك قلت ان في علماء كتير جدا، وفي بعض العلماء اللي هم يعني خدوا بايدك في طريقك ده، وحضرتك حابب تتكلم عنه.
والله حضرتك انا في قمه السعاده وبستنتهز الفرصه، ليس يعني باسلوب تاني، لا رياء ولا انفاقا ولا سمعه، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. انا تسمح لي ان انا اتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي العالم الكبير استاذ الدكتور فتحي مصلحي، عميد سابق جامعه المنوفيه وعضو المجلس الاعلى للتخطيط مجلس الوزراء، ومعالي الاستاذ الدكتور عادل السعدني عميد كليه الاداب جامعه قناه السويس، ومعالي الاستاذ الدكتور محمد رشاد رئيس الدسوكي، محمد رشاد الدسوكي رئيس قسم الجغرافيا باداب قناه السويس، ومعالي الاستاذ الدكتور اسماعيل يوسف اسماعيل استاذ بجامعه المنوفيه، ومعالي الاستاذ الدكتور العالم الكبير طبعا الاستاذ الدكتور فاروق كامل عز الدين جامعه الزقازيق، ومعالي الاستاذ الدكتور ماهر حمدي عيش استاذ الجغرافيا السياسيه جامعه المنوفيه، والاستاذ الدكتور ناجا ابو النيل رئيس قسم الجغرافيا باداب عين شمس. هذا على سبيل المثال وليس الحصر، فالحمد لله وهذا من فضل ربي اننا تتلمذنا على ايدي علماء مصريين، لهم مني جزيل الشكر ووافر التحيه والتقدير. طبعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ونعم بالله. طيب عايزك بقى نرجع لموضوعنا الاساسي المهم عشان الساده المشاهدين. اتفضل. المهاجرين ايوه بطريقه غير قانونيه او تمام. بطريقه حتى قانونيه تمام تمام، شايف في تاثير سلبي عليهم من الهجره دي؟ ده بيتعرضوا للطرد، ممكن وزير احدى الوزراء احدى وزيرات دوله المجر، الطرد والحاله المجر ركلت احد، حتى بنتكلم عن القانونيه طبعا، دي طرد، ممكن وفاه الموت تمام. ممكن الحاله بقى النفسيه طبعا، يعني شايف الحاله النفسيه طبعًا. بتسوء ولا لا يا فندم؟ عماد الدول يا احمد بيه، عماد الدول الشباب، عماد الدول الشباب، انا لو ما استفدتش امال استفيد من مين؟ ده الشباب هم اللي بيبنوا البلدان، اما علمهم كويس، صحه كويسه وتعليم كويس، انا اخد منهم منتج تمام، يبقى في فرص عمل، وان احنا النهارده في التكنولوجيا الحديثه فتحت افاق كبيره جدا في فرص العمل، انما يتعرض للطرد ويتعرض للموت طبعا، انا فقدت شباب، يبقى انا اعيش على الاطفال الصغار وعلى كبار السن تمام. للي بيقارن الوضع العربي الاقتصادي والاقتصاد الاوروبي تقول له ايه؟ يعني اللي بيعمل مقارنه حضرتك، ما هو الشاب النهارده من دول ما بتخرج حلمه ان في ستاندرد اوف ليفنج عالي جدا، مستوى المعيشه عالي جدا في اوروبا، انا ما عنديش الكلام ده، ما انا النهارده يعني مشاكل اجتماعيه ترتبت على الاقتصاديه، والاقتصاديه ترتبت على التعليميه، وده كله اثر في الناحيه السياسيه، اثر ان انا هاجرت. طب هم بيحتوي كل الامور متداخله ببعضها، اوروبا بتنتقي مش بتاخد كله لان عايزه مصلحتها، طب والباقي؟ لا طرد 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 طرد، ما ينفعش. طيب بما اننا بقى في فيروس كورونا اللي هدد العالم كله تمام، حضرتك شايف الوضع ازاي؟ هذه الجائحه اعتقد بعض العلماء قال لك لازم ان احنا نتكيف معاها ونعيش معاها. هي حدد شويه من الهجره الغير القانونية طبعا، التعرض للوفاة بطريقة بطيئة، ونتمنى ان شاء الله ان يكون في تكامل عربي ويحل لنا مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وانا يعني هذه امنية من الله سبحانه وتعالى. تمام، شرفتنا دكتور عطية، شرفتنا ونورتنا. في حاجة شكلك حضرتك والله معلش انا عايز انسيت والله عفوا، ان فضل. انا اشكر اهل بلدي مدينة القنايات محافظة الشرقية. أنا أيضا معلم في مدرسة الشهيد حمادة فهم مباشر بمدينة الإنيات، الثانوية المشتركة بمدينة الإنيات، وده شرف ليا إن أنا أحد معلمي القنايات، لأنها بلد العظماء، بلد الصحفيين، وبلد أعتقد يعني في نسبة كبيرة جدا منها كجدات الدولة. الله يخليك يا أحمد بيه. أستاذ تامر في الكنترول دلوقتي بيقول لي إن هو بلدياتي والله يا مرحب من الإنيات يا مرحب، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا حضرتك، يا مرحب. بس أستاذ تامر هو من الزقازيق يا بتاع الزقازيق، واللي مفيش 2 كيلو ده، احنا بلد واحدة. حابب تقول أي حاجة؟ والله أنا بشكر الأستاذ تامر، بشكر الكاست كله طبعا، وبشكر حضرتك، وأتمنى أنا الموضوع باختصار، للموضوع طبعا ما ينفعش في حلقة طبعا، وعايز موضوع كبير جدا، ونتمنى لحضراتكم التوفيق، وبشكر قناة الصحة والجمال، ولكم مني جزيل الشكر وفي التحية. حضرتك شرفتنا ونورتنا، الله يخلي حضرتك. وأنا من هنا بشكر طبعا القائمين على القناة، بداية من الأستاذ تامر، لأن بصراحة الراجل ده بعزه جدا جدا، وأستاذ عزب المصور مدير التصوير تعب معانا جامد جدا، والغالي على قلبي الأستاذ نصر الشاهد، والمخرج المتميز أستاذ وليد عمارة،
واللي تعب قلبي حبيب قلبي محمد الملكي وكل القائمين على القناة. طبعا أنا بحبهم كلهم ولهم كل الشكر وكل التقدير. أجمل حاجة في القناة إن في روح حب وفي روح مودة مع بعض. وبجد أنا بشكركم جدا جدا على الاهتمام بالحلقة وبشكركم مرة تانية. والأستاذ علي حسين طبعا هندسة صوتية له منا كل الشكر وكل التقدير. ومرة تانية بشكر الجميع وآسف لو كنت نسيت حد. وإن شاء الله انتظرونا في حلقة قادمة من برنامج حلم حياة. وشرفتنا ونورتنا. الله يخلي حضرتك. تسلم. شكرا أحمد بيه.